وكم من مفردة وكلمة قيلت في مجلس أو في حق شخص قدحت زناد الشر، نسأل الله العافية والسلام. وهذا غالبا ما يكون في المزاح، غالبا ما يكون في المزاح، ولذلك تجد بعض الناس إذا مزح تفلت وتهتك، ما عنده قيود ولا ضوابط، وإذا قيل له قال هذا صديقي أو صاحبي، وما يدري لعل صديقه هذا حضر شيطانه وزرع هذه الكلمة في نفسه ثم نفخ فيها وسقاها ما بين فينة وأخرى حتى يوغر صدره عليه، وربما أورث ذلك عداوة. وهذا كثير جدا، وأنا أجزم وأنا أتحدث هناك من يعني ارتسمت صورة في الماضي يعني ربما له أو عليه في مثل هذه المسألة. لماذا؟ لأن غالب الشباب، غالب الأصدقاء عندهم مثل هذا التفلت في الألفاظ، وهذا التهتك في العرض، مثلا عرض الكلام أو المزاح، وهذا يورثهم شر، نسأل الله العافية والسلامة. وحصلت قصص، منها ما وصل إلى القتل، ومنها ما وصل إلى القطيعة، ومنها ما وصل إلى جنايات دون القتل، ومنها ما يعني أقل على أقل تقدير الوحشة التي حصلت بين الأصدقاء وفرقتهم حدائق ووزعتهم طرائق.